أبنائي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس التعلم عن بعد. درسنا اليوم التقويم القطري الجزء الثاني. هل أنتم مستعدون يا أبنائي؟ هيا بنا. في نهاية هذا العرض يتوقع منك أن 1- توظف أدوات الربط للتوسع في كتابة الفقرات. 2- تكتب نصا تقدم فيه معلومات بطريقة منظمة. سبق أن ذكرنا بني أن المقدمة فقرة قصيرة تمهد للموضوع بأسلوب شائق يجذب القارئ، وأن العرض هو الجزء الأكبر من الموضوع حيث يشمل توسعة الأفكار في أسلوب متسلسل ويتكون من فقرتين أو أكثر. أما الخاتمة فهي فقرة تلخص الموضوع أو تؤكد على فكرة رئيسة فيه أو تعرض وجهة نظر الكاتب الشخصية. كذلك بني عرفنا كيف نكتب مقدمة الموضوع في الحصة السابقة، وأذكرك الآن بني بأفكار الموضوع. الفكرة الأولى أهمية التقويم القطري، هذه الفكرة انتهينا منها في كتابة المقدمة. أما أفكار العرض فهي الفكرة الثانية، الشيخ عبد الله الأنصاري ونشأة التقويم القطري، والفكرة الثالثة المعلومات التي يحويها التقويم القطري وأهميتها. أما الفكرة الرابعة هي دور الحكومة القطرية في تطوير التقويم القطري واستمرار إصداره. أما الفكرة الخامسة والأخيرة فهي فكرة الخاتمة، سنتناول في الخاتمة التقويم القطري سيظل شاهدا على إنجازات الشيخ. والآن بني تعال معي نتعرف بعض أدوات الربط التي يمكن أن نفيد منها ونوظفها في هذا الموضوع. إذن بني تعال نتعرف بعض أدوات الربط. عندنا أنواع مختلفة لأدوات الربط، منها ما يفيد الترتيب والتتابع، ومنها ما يفيد التعليل والسببية، ومنها ما يفيد الأهمية والتفضيل. إذن تختلف أدوات الربط بناء على الهدف من هذه الأداة. فمثلا في أدوات الربط التي تفيد الترتيب والتتابع عندنا مثلا نقول أولا وثانيا وثالثا، عندنا وقد ثم أم أو ومما وهكذا ومرة أخرى وهكذا. بني هذه الأدوات نوظفها إذا أردنا أن نتابع الكلام. كذلك في أدوات الربط التي تدل على ربط السبب بالنتيجة وهي أدوات التعليل والسببية، عندنا لتكون، وذلك من أجل أن، حيث، لأنه، حتى، لكي، وهكذا بني. أما النوع الثالث إذا أردت أن تؤكد أهمية فكرة معينة تقول وكان من أكثر الأمور أهمية كذا، وبالفعل هو الذي، وهكذا بني. إذن هذه أدوات ربط تبين الأهمية والتفضيل. إذا وظفنا هذه الأدوات بني يصبح النص متكاملا مترابطا هكذا في نص واحد محكم البناء. والآن بني تعال معي نطبق تطبيقا بسيطا على أدوات الربط. الآن أوقف الفيديو واقرأ هذه الفقرة واختر أدوات الربط التي تناسبها، ثم أعد تشغيل الفيديو لتتحقق من إجابتك. والآن بني هيا بنا نبدأ في توسعة الأفكار التي طرحناها، وهي أفكار العرض. عندنا ثلاث أفكار للعرض، كيف نوسع هذه الأفكار ونكتب عن كل فكرة فقرة. كانت الفكرة الثانية بني وهي الفكرة الأولى من أفكار العرض الشيخ عبد الله الأنصاري ونشأة التقويم القطري. ما المعلومات التي سنكتبها عن الشيخ؟ وأفكر.
يمكن أن نكتب عن اسمه ولقبه، كذلك مولده ونشأته، أيضا تعليمه، كذلك رحلاته في طلب العلم، نشأة التقويم القطري على يديه، كذلك نبين وفاته ومكانته العلمية. هيا بني أوقف الفيديو ثم ابدأ في كتابة الفقرة الأولى في العرض، ثم أعد تشغيل الفيديو وقارن ما كتبت بهذه الفقرة. لاحظ معي أننا نستطيع أن نرى هذه المعلومات التي وظفناها أو التي ذكرناها من قبل. أول معلومة هي اسم الشيخ ولقبه، المعلومة الثانية ونسبه أيضا، المعلومة الثانية هي مولد الشيخ، وهكذا. كل ما هنالك أنني أوسع هذه المعلومات وأستخدم أدوات الربط للربط بينها فتصبح فقرة كما ترى. لاحظ معي توظيف قبل أن، لاحظ معي كلمة دعونا أولا، كل هذه أدوات ربط. لاحظ معي كلمة بدأ. إذن بتوظيفك لأدوات الربط واستحضارك للمعلومات التي جمعتها تستطيع أن تصوغ فكرة رائعة. أحسنت بني. الفكرة الثالثة هي المعلومات التي يحويها التقويم القطري. أسألك بني، هل رجعت إلى التقويم القطري ورأيت ما به من معلومات؟ ما المعلومات التي يحويها التقويم؟ يتحدث عن فضائل الشهور والأيام وبعض الأدعية والأحكام الفقهية، كذلك أيضا يتحدث عن مواقيت الصلاة وفروق التوقيت، أيضا بني يتحدث عن الموافقات للشهور والبروج والطوالع، كذلك بني التقويم يبين لنا تقسيم السنة إلى فصول بحسب الشهور والطوالع وبحسب البروج، أيضا يتحدث عن المواقع والسمات المناخية للشهور في قطر، كذلك يقدم معلومات عن الأسماك ومواسم صيدها، وكذلك مواعيد زراعة الخضروات وزراعة النخلة ورعايتها. الآن أوقف الفيديو وحاول أن تكتب فقرة تضم هذه المعلومات ثم أعد تشغيل الفيديو لنرى الآن كيف وظفنا بعض المعلومات التي ذكرناها في الشريحة السابقة في الفقرة الثانية من فقرات العرض. لاحظ معي بني، لا شك أن التقويم القطري في صورته الحالية يعد موسوعة دينية ثقافية بما يحويه من فضائل الشهور والأيام وبعض الأدعية المأثورة وأهم الأحداث والمناسبات المرتبطة بكل شهر من الشهور العربية، وكذلك الأحكام الفقهية التي لا غنى للمسافر عنها. إذا نظرنا إلى هذه الأسطر الأربعة، ما المعلومة التي وظفناها في هذه الأسطر؟ نعم، تحدثنا عن فضائل الشهور والأيام وبعض الأدعية والأحكام الفقهية إلى آخره. إذن وظفنا المعلومة الأولى التي ذكرناها، ولاحظ معي بني كيف وظفنا أدوات الربط مثلا لا شك، كذلك الواو حرف العطف، الواو كذلك هنا الواو، وكذلك تدل على التتابع. استطعنا أن نوسع هذه المعلومة بتوظيف أدوات الربط. ما المعلومة الثانية التي ذكرناها؟ كانت مواقيت الصلاة وفروق التوقيت، وماذا أيضا؟ نعم، كانت موافقات الشهور. تمام، هل وظفنا هاتين المعلومتين هنا؟ لنقرأ. ومن خلال التقويم نعرف مواقيت الصلاة وفروق التوقيت في مدن قطر، كما نعرف بدايات الشهور العربية، والتقويم
يحسب الموافقات للشهور والطوالع، حيث يحدد اليوم الذي يقابل أول كل شهر من الشهور الهجرية في الشهور الشمسية أو الميلادية والعكس. إذا بني، وظفنا معلومتين في هذه الأسطر. لاحظ معي كيف وظفنا أدوات الربط. لاحظ: ومن خلال، كما، أو. كلمة حيث، كل هذه أدوات ربط استطعنا من خلالها أن نوسع هذه المعلومات، وبذلك وصلنا إلى نصف الفقرة تقريبا المطلوبة. الآن بني، أوقف الفيديو وحاول أن تكمل كتابة الفقرة بنفس الطريقة. بارك الله فيك. وصلنا الآن إلى الفكرة الرابعة، وهي الفكرة الأخيرة من أفكار العرض: دور الحكومة القطرية في تطوير التقويم القطري واستمرار إصداره. بني الحبيب، كيف تطور الحكومة القطرية التقويم؟ فكر. نعم، أحسنت. طباعة التقويم وتوزيعه بعد أن كان ينسخ بخط اليد، اعتماد التقويم ليكون تقويما رسميا للدولة، إضافة الحكم والأمثال والمعلومات الشرعية، إنشاء دار التقويم القطري لتكون مسؤولة عن طباعته وتطويره، أيضا طباعة التقويم في عدة أشكال، منها الدفتري والجداري والمكتبي. الآن بني، أريدك أن توقف العرض وتستعرض هذه المعلومات أمامك، وتحاول أن تكتب فقرة حول هذه الفكرة، ثم أعد تشغيل الفيديو وقارن ما كتبت بالفقرة التي سأعرضها عليك الآن. بارك الله فيك بني. ها نحن ذا قد وصلنا إلى خاتمة الموضوع. ما رأيك أن نرجع إلى نص قصة التقويم الهجري صفحة 58 ونقرأ خاتمة الموضوع كنموذج نفيد منه في كتابة خاتمة موضوعنا التقويم القطري؟ لاحظ معي بني هذه الجملة: وهكذا ظل التقويم الهجري قائما حتى يومنا هذا. هذه جملة خبرية تؤكد عظمة التقويم الهجري. أيضا لاحظ معي قوله: العطاء الإنساني الذي قدمته الأمة ولا تزال تقدمه للعالم أجمع في شتى مجالات الحياة. هو هنا أيضا يتحدث عن دور الأمة في خدمة الإنسانية. ثم لاحظ كيف أنهى الخاتمة، قال: فهل نحافظ على هذا التاريخ العظيم باستمرار العطاء، أم نكتفي بحفظه في العقول وعلى صفحات الكتب؟ لاحظ أنه وظف أسلوب الاستفهام كنصيحة للقارئ أن يبذل جهده للمساهمة في إعلاء مكانة الأمة. لنرجع الآن مرة أخرى إلى تعليمات الكتابة، حيث يقول: اختتم موضوعك بتلخيص أهم ما جاء فيه وبإبراز دور الحكومة القطرية في التقويم القطري واستمرار إصداره. إذن هذه نقاط ثلاث سنتناولها في كتابة الخاتمة. الآن بني، أوقف الفيديو ثم اكتب خاتمة تضمن فيها هذه النقاط الثلاث، ثم أعد تشغيل الفيديو وقارن ما كتبت بما سأعرضه عليك الآن. لاحظ بني في هذه الخاتمة أننا تحدثنا عن مكانة التقويم القطري، وأنه يعتبر إنجازا من إنجازات الشيخ ودليلا على ريادة دولة قطر. كذلك تناولنا ملخصا للجهود التي بذلتها الدولة حول هذا التقويم، أنها عملت دائما على تطويره، ف
في النهاية تصدر تطبيقاً ذكياً لهذا التقويم. وفي النهاية ختمنا بجملة استفهامية نقدم بها نصيحة للقارئ أنه يجب أن يفيد من هذا التقويم. لاحظ معي أيضاً بني توظيف علامات الترقيم. تحدثنا عن توظيف أدوات الربط، أيضاً علامات الترقيم مهمة جداً. لاحظ بني أننا وظفنا الفاصلة، كذلك وظفنا علامة الاعتراض الشرطتين، كذلك أيضا وظفنا النقطة عند تمام المعنى، فإن دولة قطر تصدره سنويا في أبهى حلة وفي صور عدة، ثم وظفنا أيضا الفاصلة المنقوطة إذا كانت الجملة طويلة، وها هي ذا تتوج جهودها بإصدار تطبيق ذكي للتقويم القطري أصبح في متناول جميع الأيدي. لاحظ أيضا أننا وظفنا علامة الاستفهام بعد السؤال. والآن بني أريدك أن تكتب موضوعا كاملا عن التقويم القطري، واجتهد أن يكون موضوعك بهذا الشكل. هذه فقرة المقدمة، ولاحظ معي بني أن الفقرة تبدأ بعد ترك مسافة من أول السطر، ثم تبدأ في فقرات العرض، هذه فقرة وهذه فقرة وهذه فقرة، ثلاث فقرات، كل فقرة تبدأ بترك مسافة من أول السطر، ثم الخاتمة هي فقرة قصيرة في النهاية، أيضا نترك مسافة في أول السطر ونكتب خاتمة تلخص الموضوع وتبين أهميته. وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم، ونلخص ما تعلمناه. شكرا لكم أبنائي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.